جديد بيخش. ما بتحسش انك انت غريب؟ لا خالص. فحتى في خالص. اول تمرينه واول يعني دخولك في اوضه اللبس وسط اللعيبه تحس انك انت موجود معاهم بقالك سنين؟ لا خالص. يعني دي حاجه من الحاجات الكويسه. حتى انا كنت يعني صارت معرفه بيني وبين مصطفى يونس بشكل كبير شويه، لان هم كانوا جم لعبونا في في في, في الماتش بتاع اللي كان في كفر الشيخ من ضمن الماتشات. كان كابتن حسن حمدي بيلعب ومصطفى يونس، وكان احمد عبائي وفتح مبروك بتاع ده. كان كنت انا وكان معايا لعيب في كفر الشيخ اسمه سيد يوسف. فكنا بقى كل ما تجينا الكوره احنا طبعا احنا لعيبه بنلعب قدام لعيبه النادي الاهلي وعايزين نطلع كل طاقتنا، وكل واحد عنده رغبه انه يروح النادي الاهلي. فكنت بمسك الكوره واقعد ارقص في اللعيبه، وهو نفس الشيء، وكان لعيب كويس جدا. عايز تظهر في المباراه دي. فالمهم لقيت مصطفى يونس بيكلم حسن حمدي كده. فما انا معرفش هو بيقول له ايه. ولقيت كان حسن حمدي ناحيتي. مصطفى يونس بقى ودى حسن حمدي هناك، وقام جايب كابتن حسن وجاي ناحيتي. وفي كرة مشتركة كده، وقام مديني واحدة. كابتن حسن؟ لا كابتن مصطفى يونس. كومني على اللي في التراك. فهو بعديها بقى قال لي، فاكر لما قال لي انت نازل ترقيص فينا اهدى علينا شوية. بس فطبعا يعني بدأت بقى ان انا اشتغل مع الفريق الاول. بس كان في بقى هنا الحمل التدريبي اختلف من كفر الشيخ. انا كنت ساعتها في يعني الاربع ولا خمس سنين اللي قبل ما اروح النادي الاهلي كنت في الكليه وبنزل اتمرن التمرينه الثانيه والعب الماتش. النادي يعني الاهلي مختلف. النادي الاهلي مختلف، تمرين كل يوم. وفي صبح وبعض الظهر، وفي تمرين تخصصي بعض في بعض الاحيان. فالحمل التدريبي زاد. فانا خدت فتره عشان تتأقلم. بين شد ومزق ومش عارف ايه واجهاد، لغايه لما جسمي تاقلم على الحمل التدريبي دوت. وبدات اخش في الفرقه. بدات اخش، يعني انت عارف كنا ساعتها 30 لعيب. اللي يخش كان ساعتها 16 السكور شيت، كان 16 لعيب مش 18 زي النهارده. ما تقول لنا مين كان الجيل كله، الاسماء بتاعته. ما انا هقول لك. فكان اللي يخش ال 16 او ال 18 السكور شيت ده كان انجاز. اللي يخش طبعا ال 11 لعيب ده خلاص دخل، بس لازم يحط رجله بصمه، محدش يشيلها تاني طبعا، لان كلنا بنتصارع ان احنا نلعب. كل واحد عاوز يلعب. وفي منافسه شديده جدا كبيرة بيننا وبين بعض. اللي كان يخش السكور شيت ويبقى في الاحتياطي مستني فرصه انه ينزل بس خمس دقايق عشان يحط رجله في الملعب. عشان يثبت وجوده ويلعب ويتثبت في ال 11 لعيب. فدي كانت امور معانا كانت مديانا قوه، من التنافس بينا كان مخلي اللي بينزل بيأدي بشكل كبير وباداء جيد جدا عشان خاطر ما يتشالش من مين الاسماء بقى. الجيل اللي كان الجيل العظيم بتاع الكابتن محمد كان في طبعا يعني نبدا من ورا. اكرامي، وكان في كابتن ثابت البطل، وكان معاهم شوبير ايوب الكره المصريه. يعني ده عشان كان يلعب واحد من الاثنين يموت. لان الاثنين كانوا كويسين جدا طبعا. منتخب مصر. وحتى انا في امورنا كان دايما شوبير معايا برضو. كنت دايما انصحه اقول له اصبر الفرصه لازم هتيجي. ربنا هيكتب لك الفرصه. خط الظهر بقى من ورا مين؟ في بقى احمد عبائي باك رايت، فتح مبروك باك ليفت، كابتن حسن لحقته في اخر ايامه وهو بيبطل. مصطفى يونس كان ليبرو، كنا بنلعب بالليبرو زمان. ماهر همام من احسن السردباكات اللي جابتها مصر كلها حقيقة. هدوء في الاداء ويطلع فوق نص الملعب بقى. نص الملعب كان فيه بقى ده، نص الملعب كان فيه 13 لعيب. بياخد منهم ثلاثة. مستر هيدوكوتي كان بياخد من ال 13 دول ثلاثة بس. كنت أنا طبعا كنت راس حربة في كفر الشيخ. ولما جه قال لي أنت هتلعب هاف ليفت، قلت له لا أنا عايز ألعب. أنا جاي النادي الأهلي عاوز ألعب. هيقول لي هتلعب هاف ليفت، أقول له لا ما أعرفش ألعب. هقول له طب استنى بقى لما يجي دورك. تجيلك فرصتك. لا قلت له هلعب. ولعبت هاف ليفت. كان في بقى صفوة طب حليم، محسن صالح، شطة،
مختار، طاهر الشيخ، خالد جد الله، كان برضو موجود برضو جمال الجندي الله يرحمه. ده كل واحد فيهم فرقة الواحد. لا فرقة. ومين تاني في نص الملعب؟ مجدي عبد الغني بقى طبعا. مجدي عبد الغني اصغر مننا بس لحقنا بقى اللي كان في 80 في الجيل اللي بعدينا. وربيع ياسين برضو خليفه لفتحي مبروك. ومين قدام بقى في يعني ده قدام بقى كان محمود خطيب، عبد العزيز عبد الشافي، وكان قبلنا بسنه على طول كان او لحقنا بس ما عادش هو لعب سنة مع الجمال عبد العظيم ربنا يشفيه ويديله الصحة. تفتكر كابتن محمد أول مكافأة ليك في نادي الأهلي كانت كام؟ احنا كنا بناخد 40 جنيه في الشهر. في الشهر؟ في الشهر. وبعدين ارتفعت بقت 80 جنيه. جانا مدرب اسمه دون ريفي كان مدير المنتخبات القومية في انجلترا. ده جاء قعد معنا 11 ماتش كسبناهم. وبس هو مشي بسبب ان زوجته الجو مصر ما كانش مناسبها وكان عندها كانسر في صدرها وكده، وحط عيط بالدموع وهو ماشي عشان خاطر تعلق بمصر. ده حارب مع اداره النادي الاهلي وخلى عقدنا 180 جنيه. فكنا مبسوطين جدا. لكن اعلى مكافاه خدتها انا في حياتي كلها في العشر سنين اللي لعبتهم، انا لعبت من 77 ل 87. 82 خدنا بطوله افريقيا، خدنا 10,000 جنيه، وخدنا الدوري خدنا 2000 جنيه. هنتكلم طبعا عن بطوله افريقيا 82، دي اول بطوله افريقيه كانت تدخل نادي الاهلي وليها كواليس وحكايات وذكريات.